إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فموضوع الخطبة اليوم إخوة الأحباب عن القرآن الكريم. القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. السؤال: لماذا كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ ولماذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى عصا بيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل كفه تشفي الأكمه والأبرص والأعمى؟ الإجابة: لأن الله سبحانه وتعالى كان ينزل على كل قوم معجزة تناسب حالة. فكان المصريون القدماء مشهورون بالسحر، فأرسل الله سبحانه وتعالى من أبهر كل ساحر وأذل كل فاجر، وهو سيدنا موسى عليه السلام، عندما عقد له فرعون عليه من الله ما يستحق في يوم الزينة في وقت الضحى، المنافسة بين موسى وبين سحرة فرعون. فعلم سحرة فرعون أن موسى ليس بساحر، لأن عصاه تلقف أي تبلع ما يأفكون، هذه الحبال التي بالسرعة يخيل للناس أنها تسعى، فابتلعت حية موسى كل العصيان التي ألقاها سحرة فرعون فسجدوا له. أما عن عيسى فكان القوم مشهورون بالطب، يداوون المرضى، ولكن كان هناك أمراض لا يستطيع الأطباء وقتها أن يعالجوها، مثل العمى، مثل الأشخاص الذين لا يستطيعون الكلام، مثل الأشخاص الذين لا يستطيعون السمع. فأرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى بكفه يمسح على عين الأعمى فيبصر، ولكن عقيدتنا أنها بإذن الله وليس بإذن عيسى، ويمسح بكفه على أذن الذي لا يسمع فيسمع، ويمسح بكفه عليه السلام على فم الذي لا يتكلم فيتكلم. فأبهر كل طبيب وحير كل لبيب. لكن قوم النبي صلى الله عليه وسلم البيئة مختلفة، فلم تكن بيئة النبي صلى الله عليه وسلم وهي البيئة القرشية مشهورة بالطب كقوم عيسى، ولم تكن مشهورة بالسحر كمصر، ولكن كانوا معروفون بالفصاحة والبلاغة. فأرسل الله سبحانه وتعالى لهم قرآنا سجدوا لفصاحته ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة بمثله فعجزوا، قل فأتوا بسورة مثله، فلم يستطيعوا. في بداية الأمر عندما عجزوا عن الإيمان بهذا القرآن، منهم من آمن ومنهم من تكبر ومنهم من نسب هذا القرآن إلى النبي، ولكن هم يعلمون أن هذا القرآن ليس من قول البشر. وعندما اختاروا واحد منهم، أفصح وأبلغ واحد منهم وهو الوليد بن المغيرة، وقالوا له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمع منه، فلما سمع منه واقتنع وذهب إليهم أحرج بين القوم، فتكبر ورد عليهم وقال في سورة المدثر: إن هذا إلا قول البشر، أي هذا القرآن من اختراع محمد. لو كان من اختراع محمد لماذا لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله في سورة الإسراء؟ قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فخفف الله عنهم التحدي: أنتم يا قرشيون لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله، قل فأتوا بعشر سور مثله. خفف التحدي إلى عشر سور. لم تستطع قريش أيضا أن تأتي بعشر سور.
ثم خفف الله سبحانه وتعالى لهم التحدي، قل فأتوا بصورة مثل صورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر. لم يستطيعوا أيضا، فسجدوا لفصاحته، منهم من آمن ومنهم من عاند. ولكن الكل يعلم أن هذا القرآن ليس بشعر، ولما قالوها كذبا وافتراء. في سورة ياسين نفى الله سبحانه وتعالى عن النبي الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ثانيا، موقف أهل الكتاب من القرآن، قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. وكان في غلام رومي كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الغلام يطلع على الكتب الأوائل. في سورة النحل، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي. بعض القرشين قالوا أن محمد يسلم على هذا الصبي، وهذا الصبي مثقف يطلع على الكتب السابقة فيعطي النبي معلومات، فالنبي يخترع القرآن. رد الله عليهم فقال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي هذا الغلام الرومي، نعم وإن كان مثقفا ولكن يطلع على كتب باللغة غير العربية مثل العبرية والسريانية والآرامية. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع منه فلم يترجم، فالقرآن أتى عربي، فالكلام مناقض. فالقرآن عجزت قريش أن تأتي بأكثر سورة منه، وهي سورة الكوثر، فمنهم من أذعن، ومنهم من تكبر، ومنهم من عاد. السؤال الثاني، ما موقف القرآن الكريم من الكتب السابقة؟ في سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة مثل التوراة والإنجيل، فالله سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى، ثم أتى القرآن فنسخ الكتب السابقة فجمع منها ما جمع وزاد فيها ما زاد. كيف؟ في القرآن الكريم آيات نزلت على بعض الأنبياء، مثل في نهاية سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا، أي هذه الآيات، لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. إذن فالقرآن قد شمل على بعض هذه الكتب، وهذه معنى الهيمنة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. من بعض معاني الهيمنة، أي في القرآن آيات نزلت على بعض الأنبياء. من الآيات أيضا التي نزلت على الأنبياء السابقة آية بسم الله الرحمن الرحيم، في القصة التي بين سليمان وبلقيس التي كانت تحكم القوم في اليمن وكانوا يعبدون الشمس. لما أتى الهدهد إلى سيدنا سليمان وأخبره أن هناك قوم يعبدون غير الله، وكانت مهمة سليمان في الأرض بما أوتي من قوة أقوى جيش في العالم على الإطلاق منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، لأن كان معه الوحوش والنمور والأسود والطيور، وحشر سورة النمل، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون، أي يوزعون ككتائب. من الذي يستطيع أن يواجه جيش فيه جن وإنس وطير؟ وكانت مهمة سليمان ألا يترك أحد يعبد غير الله في الأرض. فلما أتاه الهدهد وقال: جئتك من سبأ بنبأ يقين. هل سليمان تسرع في الحب أم قال سننظر؟ قال سننظر، أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ اذهب بكتابي هذا. السؤال: كيف يحمل هدهد كتاب؟ معنى كتاب رسالة، اذهب بكتاب هذا، أي اذهب بهذه الرسالة. كان مكتوب إيه فيها الرسالة دي؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فبسم الله الرحمن الرحيم كما نزلت في القرآن أنزلها الله على سيدنا سليمان. لذلك في رواية الترمذي والحاكم عن سيدنا عبد الله بن عمر قال: إن آية البسملة نزلت على النبي ولم تنزل على غيره إلا سليمان. إذن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا، فقلنا من بعض معاني الهيمنة اشتمال القرآن على بعض الصور. ثانيا، التوراة قبل أن تحرف كان أول آية فيها هو أول آية في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وختمت بآخر آية في سورة هود، وقيل بآخر آية في سورة الإسراء: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وهي التي في نهاية سورة هود. وبعض المفسرين قال ختمت بالآية التي في نهاية سورة الإسراء: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ومن بعض معاني الهيمنة أن اتركوا الإيمان، اتركوا اتباع الكتب السابقة واتبعوا القرآن الكريم. يبقى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي أتى القرآن شاملا على بعض الشرائع والآيات السابقة ثم ناسخا لبعض الأحكام وآت بشريعة جديدة. موقف المسلمين من القرآن الكريم: النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى أمته إلى الله سبحانه وتعالى فقال في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجر القرآن معناه أي هجر القراءة، وإن كنت تقرأه وتهمل أن تبحث عن معانيه فأنت أيضا واقع في الهجران، وإن كنت تقرأه وتعرف معانيه ولم تعمل به فأنت أيضا واقع في الهجران. فلأفر من هذه الشكوى علي أولا بقراءة القرآن دائما بالليل والنهار وأخصص وقت لذلك. اثنين، أن أبحث عن معانيه وأن أسمع البرامج أو الخطب التي تتكلم عن تفسير القرآن حتى أفر من دعوة وشكوة النبي لي وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثالثا، إن فهمت معنى آية علي أن أطبقها بالفور والحال. لذلك كان الصحابة أو معظم الصحابة حافظوا البقرة في 15 سنة. لماذا؟ مع أن سورة البقرة الإنسان لو ضغط على نفسه قد يحفظها في 3 أشهر أو 4 أشهر إن داوم على ورد معين وتابع مع شيخ، ولكن هم عندما كانوا يقرؤون آية ما كانوا ينتقلون إلى غيرها حتى يعملوا بما فيها. طبعا الآيات التي تتكلم عن قصص الأنبياء كانوا يحفظونها حفظا سريعا لأنها ليس فيها تكليف للمؤمنين، لكن الآيات التي تتعلق بالأحكام كانوا لا ينتقلون إلى غيرها حتى يعملوا بها. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وبعد. الله سبحانه وتعالى وكل حفظ الكتب السابقة لعلمائه، أما القرآن هو الذي تولى حفظه بنفسه. التوراة وكل الله سبحانه وتعالى حفظها للعلماء، والإنجيل كذلك هم بدلوا وغيروا، لكن القرآن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظه. الدليل في سورة الحج: إنا نحن نزلنا الذكر، ومعنى الذكر القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى يتكلم بصيغة الجمع، كان في غير هذه الآية التعبير يقال أنا نزلت الذكر وأنا له حافظ، لكن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصيغة الجمع للتعظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقيد لهذا القرآن رجالا ينقلونه من مادة صوتية إلى مادة بصرية. القرآن، هل القرآن مادة صوتية أم مادة بصرية؟ مادة صوتية. جبريل كان يأتي في أذن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ له القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يردد. لذلك من الخطأ إنسان يكون مثلا غير متخصص أو قراءته بسيطة فيدخل على القرآن فيقرأ سيأتي بمعاني غريبة، مثل قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس،
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ولا من الجنة؟ لو أخطأ في الحركة وقال من الجنة فهو استعاذ من الجنة التي خلقها الله وأعدها للمؤمنين، لكن الآية جاءت بكسر الجيم من الجنة والناس. فجبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من ضم وكسر إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة. دور الصحابة الأوائل أنهم نقلوها من مادة صوتية إلى مادة بصرية عندما نقلوها في الإيه؟ وكتبوا المصحف الكتاب القرآن الكريم. متى؟ في موقعة اليمامة سنة 15. إن القتل قد استحر في القراء. ما معنى هذه الجملة؟ في موقعة اليمامة ذهب كثير من قراء القرآن أي الحافظين له إلى ساحة الجهاد في سبيل الله، وقتل عدد كبير منهم. من يعلم الأمة القرآن؟ والمتخصصين قد ماتوا. فذهب سيدنا عمر بن الخطاب إلى سيدنا أبو بكر الصديق يقترح عليه أمر لم يكن في سابق الأمر، وهو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نريد أن نجمع القرآن. ففزع سيدنا أبو بكر الصديق. لماذا فزع سيدنا أبو بكر الصديق؟ سيبين لنا سيدنا أبو بكر الصديق لماذا فزع. قال سيدنا أبو بكر لعمر كيف تأمرني أن أفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ هذا هو المعيار في أخذ وفعل أي عبادة أو ترك أي أمر، هل فعله رسول الله أم لا؟ قال يا عمر كيف تأمرني أن أفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ فما زال سيدنا عمر الخطاب يلح ويلح على سيدنا أبو بكر الصديق حتى شرح الله صدر سيدنا أبو بكر الصديق لهذا الأمر. فاستدعوا سيدنا زيد بن ثابت في اجتماع، فقالوا يا زيد نحن نريد أن نسمع القرآن وأنت شاب وكنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكنت من حافظة وكتبة الوحي. طبعا في بداية الأمر هم كانوا يكتبونه في الإيه؟ في اللخاف وسعف النخل على العض وعلى النخل، فكل واحد معاه صورة. أنا مثلا معاه صورة التوبة وممكن ما تكونش كلها، أنت معاك صورة يونس وممكن ما تكونش كلها، وده معاه صورة جزء عامة وده معاه جزء، فالقرآن موزع فهم عايزين يلموا كل ده في كتاب واحد. فقال سيدنا زيد بن ثابت نفس الجملة التي قالها سيدنا أبو بكر الصديق كيف تأمرني أن أفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال والله لو كلفتموني بنقل جبل لكان أهون علي، لكنه كتاب الله. فما زالوا يلحون عليه حتى شرح الله صدر سيدنا زيد لذلك وبدأوا يجمعون الآيات، وكانوا لا يأخذون آية حتى يشهد عليها صحابيان. فتعطلوا في آية شهد عليها صحابي واحد، وهي الآية التي في نهاية سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية لم يأتي بها إلا أبو خزيمة الأنصار، فتحيروا هل نضيفها أم لا، هل نضيفها أم لا. فتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أبا خزيمة شهادته بشهادة رجلين. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على أبو خزيمة شهادته بشهادة رجلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقع في خلاف بينه وبين يهودي في ادعاء شيء، فجاء أبو خزيمة الأنصاري وقال الحق للنبي وقضي الحق للنبي. فلما انفض المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو خزيمة كيف شهدت لي وأنت لم تكن وقت البيعة؟ قال يا رسول الله أنا أصدقك في الأمر الذي في السماء، كيف لا أصدقك على ادعاء هذا اليهودي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا خزيمة شهادته بشهادة رجلين، لذلك قدر الآية بتاعت لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وجمعوا القرآن في كتاب واحد وتحول القرآن من مادة صوتية إلى مادة بصرية. السؤال، سيدنا عبد الله بن مسعود كان أيضا من المتخصصين وكان يقول متخصصين في القرآن الكريم، وكان يقول ما في آية من كتاب الله إلا وأعلم هل هي مكية أم مدنية، هل هي ليلية أم نهارية، هل هي صيفية أم شتائية. نحن القرآن كله لم ينزل في مكة، والقرآن كله لم ينزل في المدينة، والقرآن كله على مدار السنة نازل سواء بالصيف أو بالشتاء أو بالليل أو بالنهار. مثلا سورة مريم سورة ليلية نزلت بالليل، الدليل عندما جاء الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن الله قد رزقني بجارية أي ببنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والليلة نزلت علي سورة مريم سميها مريم. فصنفوا أن
سورة مريم ليلية وسورة التوبة صيفية، لما قال بعض الصحابة لا تنفروا في الحر، قلنا جهنم أشد حرا نزلت في الحر، وهكذا. فكان سيدنا عبد الله مسعود يعلم كل الآيات التي نزلت بالليل وكل الآيات التي نزلت بالنهار وكل الآيات التي نزلت بالصيف وبالشتاء، وقال هي مكية أو مدنية، ومع ذلك لم يستعينوا به واستعانوا بزيد ابن ثابت. لماذا؟ قابل سيدنا عبد الله بن مسعود، طبعا نحن نعلم أن كل الصحابة بعد موت النبي تفرقوا في البلاد، لم يستطيعوا أن يروا مكة أو يعيشوا في أن يروا المدينة ويعيشوا في المدينة وتذكرهم بكل شيء في المدينة ويذكرهم بالنبي، فتفرقوا في البلدان، منهم من ذهب إلى سوريا ومنهم إلى مصر إلى آخره. سيدنا عبد الله مسعود كان في العراق، ففي موسم الحج بينما هو يطوف فقابل سيدنا عمر بن الخطاب، قال له يا أمير المؤمنين جمعت كتاب الله من غيري، تجمع كتاب الله من غيري وأنا قد أخذت من فم النبي مباشرة 70 سورة والقرآن فيه 114 سورة. سيدنا عبد الله بن مسعود أخذ أكثر من النصف، أخذ 70 سورة مباشرة، ومع ذلك لم يستعن به لا سيدنا أبو بكر الصديق ولا عمر الخطاب، فلامه وعاتبه هو سيدنا عبد الله مسعود يلوم سيدنا الخطاب، يقول يا أمير المؤمنين لم تستعن بي واستعنت بزيد. فقال سيدنا عمر الخطاب وضع كفه على لحيتي وقال له يا عبد الله إنك رجل قد شبت، ويعز علي أن أمرك اذهب إلى هذا البيت لتأتي لي بهذه الصورة، واذهب إلى هذا البيت لتأتي لي بهذه الصورة. وأصلح الله سبحانه وتعالى أمر الصحابة الأوائل ولهم الفضل في أن يجمعوا هذا القرآن في كتاب واحد ويأتي إلينا بتلك السهولة. كان من الصعب جدا أن تقرأ أن تختم القرآن في رمضان أيام الصحابة. ليه؟ أنت ممكن تبقى حافظ الصورة مش حافظ التانية، هتضطر تروح للشخص اللي عنده الصورة التانية اللي يقرأها له عشان تختم القرآن، كان صعب جدا. الأمر الآن أصبح سهل جدا، بتكت زر في الموبايل تستطيع أن تخرج القرآن من المحمول أو في البيت المصحف مجمع، فهذه فرصة لأن يختم القرآن، لأن يختم المسلم القرآن مرات ومرات. الحساب سيكون أشد. ليه؟ لأن الأمر أصبح أيسر وأسهل. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا تالين له آناء الليل وآناء النهار، اللهم فهمنا القرآن، اجعلنا عاملين بالقرآن، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.